Je suis le maire d'une ville marocaine, donc je dois parler en arabe. C'est de ضروري. نتمنى ان شاء الله بحول الله باش تكونوا وجدتوا مدينه وجده مدينه جميله. ياك جميله جميله جدا. المدينه ديال وجده تغيرت بشكل كبير بفضل المجهودات ديال صاحب الجلاله وبفضل المجهودات ديال المسيرين المحليين والوطنيين واللي عطاوا واحد القيمه واحد العنايه لهذه المنطقه لانها كانت منطقه مهمشه لمده سنين لانها كانت بعيده على المركز. كنا منطقة حدودية كنعيشوا عدة مشاكل ولكن بعد 10 سنوات ديال التنمية قدرنا كما شرحت للإخوان السفراء ونحن على طاولة الغداء بأنه هذه 10 سنوات تمكننا من أننا نربحوا منطقة ومدينة تتوفر على كل البنية التحتية على كل ما يمكن أن يكون مشجع للاستثمار. فقط اليوم نحن بحاجة إلى مستثمرين ماشي مستثمرين صغار إلى مستثمرين كبار. المستثمرين اللي يوفروا لنا وحدات صناعية كبرى من شأنها أنها تنمي المنطقة الشرقية لأنه كل هذه التنمية وهذه التغييرات اللي عرفتوا المنطقة بفضل المجهودات ديال صاحب الجلالة هذه المجهودات كلها باش تكون منطقة اقتصادية كبرى. ننساو بأننا على الشريط الحدودي وننميو اقتصادنا بنفسنا وبالتالي هذه التنمية الاقتصادية ما يمكنش فقط المغرب والمغاربة والحكومة المغربية تكون بوحدها ولكن خص تكون بمساعدة رؤوس أموال أجنبية اللي يجيو ويثيقوا في هذه المنطقة وفي هذه الجهة خصوصا وأنها جهة مهمة جدا. كنا نتمناو باش تكون الحدود مفتوحة وتكون اللي يجي على أساس أنها منطقة مغاربية وأنه ينفيستي في واحد لازون مغربين على أساس أنه سيتمارشي مغربة سوق مغاربية ولكن مهما طال الزمن وما طال الوقت ولا بدا غادي يتوحد المغرب العربي ولهذا نتمناو انه ليزانفيستيسور يتشجعوا على اساس انهم يستثمروا في منطقة الشرقية في افق انها ان شاء الله تكون وجده هي عاصمة المغرب العربي. شكرا لكل الاخوات والاخوان السفراء اللي زاروا مدينة وجده ونتمناو ما تكونش اخر زيارة والسلام عليكم ورحمة الله.